سلام، انا سميتي وفاء رغيب، واليوم جيت نقول لكم علاش قررت نعيش حياه زيرو زبل في المغرب. انا قررت انني نعيش زيرو زبل في 2017 باسكو لاحظت انه عايشه في اون غون بوبيل. اي حاجه كنستعملها، اي حاجه كنخدم بها، المصير ديالها هو انها تلاح في الزبل. كو سوا الحوايج اللي كنلبس، سوسون لا ديرنيغ ايتاب دو فيو ديالهم زبل، الماكله اللي كناكل تقدر تكون تاهية تكري لي زبل من بعد، ولا كنشريها في دي زومبالاج، كنشريها في دو بلاستيك. لي برودوي كوزميتيك سو سون دي ديشي على فان. اقل حاجة زعما بحال ستيلو لو بابي، حتى من لي زوبجي دو ديكوراسيون حتى هما سو سون دي ديشي. اي فوالا جي كونستاتي كنعيش فواحد لا غران بوبيل في لا بوليسيون توتال. اي زبل انا اللي كنكريه على فان سي انا هي لا سورس، انا اللي كنكري هذاك الزبل، سكيتي انا اللي مسؤوله على هذاك الزبل ديالي. دوكو علاش ما نوليش بوكو بلو ريسبونسابل و جو مي فان لهاد العشوائيه اللي انا عايشه بها. هاد نمط الحياه اللي قررت انني نعيش فيه اللي هو زيرو زبل خلاني نكون فاهمه اكثر شنو المشاكل ديال البيئه، نكون انتريسي اكثر بالمشاكل ديال البيئه ونفهم اكثر شنو واقع في المغرب. كو سوا بارابور لي ديشي ولا اي بوليسيون، لحقاش كنعرفوا كاملين بان الزبل ديالنا عنده امباكت ديريكت على لي ديشي. ملي كنقولوا لا بوليسيون بلاستيك، البوليسيون ديال لي زوسيون، على باز راهم دي ديشي اللي حنايا كنلوحوهم في لي زوسيون. التلوث ديال الهواء حتى هو راه اون بارتي ديالو، راه لي ديشي اللي كنحرقوهم دي ديشي كي سون مال جيري، اللي او فينال كيخليو لينا الهواء ديالنا ملوث. باغ اكزومبل غير لي ديشي ديالنا حنايا كميناج يعني كناس عاديين كيوصل حتى 7 مليون طن في العام، سون بارلي على زبل زعما اندستريال ولا لي ديشي دونجورو. لو ريسيكلاج ديال هاد الزبل واصل غير 7%، يعني 7% اللي عدد قليل بزاف. 2 مليون دو طن ديال هاد زبل بلاستيك حتى هما كنغوسيكليو فيهم 7%. لوبجيكتيف ديال المغرب كان 20%، مقدرناش نوصلو ليه، باقي مازال في 7%. الوغ انايا بدلت من نهار بديت هاد نمط الحياه اللي هو زيرو زبل، بدلت باغ اكزومبل القراعي ديال البلاستيك بقراعي ديال الزاج ولا ديال الينوكس اللي كنقدر نديو معايا فيما مشيت. بدلت لي بروسا دون اللي خالقين بزاف ديال المشاكل ديال الزبل، اي سون اون بلاستيك. كاين الالتيرناتيف ديالهم اللي هما لي بروسا دون اون بومبو. بدلت لي ساك، وليت كنستعمل لي توت باغ، ملي كنخرج عندي دائما ان توت باغ ولا شي حاجه اللي غادي ندير فيها التقضيه ديالي. بدلت لي غوبلي باغ اكزومبل ولا لي باي، ما كنستعملش لي غوبلي، يعني نقدر ندي معايا هذا ان فيغ كاس اللي ريوتيليزابل. عندي لي باي اون اينوكس ولا اون بومبو. الى نسيت لي باي اون اينوكس كنقول لو سيرفور باغ اكزومبل في الكافي ولا الريستورون انه ما يعطينيش كاريمون هذا، نقدر نشرب ديريكتومون من الكاس. بدلت لي شامبوان، لي شامبوان عارفين انهم فيهم دي برودوي توكسيك ومن بيناتهم لو سولفات اللي خالق مشكل كو سوا لينا حنايا على لا سونتي ديالنا ولا على لانفيرونمون ولا على فلوسيون زعما كاع الحيوانات. حتى هو بدلتو بدو شامبوان سوليد ما فيش لي زومبالاج، ما كيكريش ليا لي ديشي، وما فيهش حتى لي برودوي توكسيك، يعني كيكون مصايب من دي زويل ولا مصايب من دي بودغ اللي هما مزيانين للشعر. نقدر نزيد القطن اللي كنستعمل حتى هويا، داك القطن اللي غادي نلوح كاينين دي ديسك ديال القطن لي غيوتيليزابل. يعني هادشي كامل كيخليك انك قبل ما تشري كتسائل منين جاي هذاك البرودوي، واش فيه دي زانغريديون لي توكسيك، واش غادي يكري ليا ان ديشي. هاد لي زالتيرناتيف كتاخذهم باش يعوضوا لك بزاف ديال لي برودوي اللي كانوا خالقين لك مشكله ديال لا سونتي ومشكله ديال الزبل. دونك توت اي ليي.